نبدا حلقه جديده من السادسه مع حضراتكم. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيتابعوا حلقتنا النهارده. وخليني ابدا الحلقه معاكم بسؤال: هل الميركاتو الناجح مرتبط بعدد الصفقات؟ ليه بسال السؤال ده؟ لانه ده تقريبا اكتر سؤال بتساله في كل مكان بروحه من جماهير النادي الاهلي. الحقيقه يمكن ده خليني افكر بالموضوع بشكل رقمي بهدوء كده، وتعالوا نجيب ورقه وقلم وتعالوا نحسبها ونقارن فرقتنا وسكواد الاهلي السنه دي وسكواد كل فرق الدوري، ونشوف مين ممكن يقول لي عنده فرقتين جاهزين للمنافسه على اللقب. خلينا نحط تشكيل مع حضراتكم لسكواد فرقتين من النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي اللي ظاهرين معايا في الكادر واللي بيستعدوا او دخلوا في مرحله الاعداد لبدايه موسم اللي هينطلق طبعا، خليني اقول لكم يوم 8 اكتوبر لقاء اتحاد المنستيري التونسي في مباراه الذهاب في دوري الابطال. واحد، المباراه هتتلعب بالمناسبه الساعه 4 عصرا بتوقيتنا هنا في القاهره. طيب نروح للتشكيل الاهلي. على اليمين هيكون عندنا الشناوي في حراسه المرمى، على الشمال هيكون عندنا علي لطفي. قلبي دفاع في الفريق اللي هنا هيكون محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم. الاطراف هيكون عندي هنا محمد هاني مع علي معلول، هيكون عندي هنا كريم فؤاد مع ايمن اشرف. قلب الملعب هلاعب ديانج مع اكرم توفيق، ولاعب السوليه مع حمدي فتحي. قدام هيكون في فريق مجدي قفشه وفي فريق تاني برونو سابيو. على الطرفين او الجناحين هلاعب بيرسي تاو مع احمد عبد القادر، او في الفريق التاني هلاعب حسين الشحات مع طاهر محمد طاهر مثلا او كهربا، تمام. وقدام هلاعب في الفرقه دي محمد شريف، وفي الفرقه دي شادي حسين. والاحتياطي بره اللي على الدكه عندي، انا الحقيقه ده مش تقليل من حد، بس انا بعد معاكم رقميا، ممكن الاسماء تختلف مين ممكن يكون في الملعب مين يكون على الدكه. عندي بره كهربا، عندي بره حسام حسن، عندي بره محمد محمود، عندي بره مصطفى شوبير، عندي بره عمار حمدي، عندي بره مغربي، عندي بره زياد طارق، عندي بره كتيبه على اعلى مستوى. وهنا السؤال: هل الفريق ده انتوا شايفين انه محتاج صفقات كتير؟ اذا كنت بتسالني رايي انا الشخصي من وجهه نظري، يعني لو انا بتحكم في البادجت المتبقيه للنادي الاهلي اللي هعملها في ميركاتو الصيف الحالي قبل ما اروح للانتقالات الشتويه، لانه وارد جدا من السكواد اللي انا اتكلمت فيه ده ناس تطلع في الانتقالات الشتويه وناس ثانيه تدخل على حسب تقييم مستر كولر لبدايه الموسم، والحمد لله ما عندناش ماتشات صعبه كتير، يعني باستثناء اتحاد المنستيري انا بشوف المواجهه الاصعب حتى اصعب من مواجهه الزمالك في كاس السوبر. الفريق عامل سيزون محترم جدا جدا ونافس على طاولة تونس الافريقي والنجم الساحلي والترجي التونسي، ففريق الحقيقه محترم جدا. وبالتالي هتكون المواجهه الصعبه او التست الحقيقي اختبار قوه السكواد بتاع النادي الاهلي. وبعد كده هيكون عندك الزمالك في السوبر، وبعد كده شويه ماتشات في الدوري لغايه لما توصل للميركاتو الشتوي وتقرر مين قادر يكمل مين ممكن يطلع. لكن في النهايه انا لو بتكلمني على ميركاتو الاهلي السنه دي، انا شايف ان الميركاتو عظيم جدا. برونو سافيو برازيلي، لعيب كواليتي كنا مستنينه في الدوري المصري عموما، وكويس انه جه في النادي الاهلي. شادي حسين صفقه انا شخصيا اراهن عليها. مصطفى ميسي مستقبل ان شاء الله باذن الله، اتمنى ان هو يكون على قد التحدي وقد تيشرت النادي الاهلي. لكن ارجع تاني واقول لك، لو بتدور على ميركاتو انا لو عندي بادجت النهارده احطها في لعيب واحد بس بالكتير قوي اتنين لعيبه، الاهم ان هم يكونوا كواليتي مش موجود مش في مصر مش موجود في قاره افريقيا.